مشاهدينا ممكن تمسكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة الخميس من حديث اليوم. مساء الخير صفاء. مساء الخميس. مساء الخميس والويكند. دائما الخميس نفسيته تكون حلوة. تتغير. إيه يعني فرش. صح. نعم. مشاهدينا نذكركم دائما التواصل معنا يكون عبر هاشتاج البرنامج حديث اليوم أو حتى مع مختلف الحسابات الرسمية لوزارة شؤون الإعلام اللي ظاهرة أسفل الشاشة معك. نعم. عندك برنامج في الويكند؟ والله للحين ما حطيت شنو بسوي بالضبط، بس ممكن اروح مهرجان البحر صفاء لان مع الاجواء الحلوه سمعنا عنه. يعني مهرجان البحر في نفس الوقت بركز على القعدات اللي برا. حلو مع الجو الحلو. صح، مع الجو الجميل اللي بده يتغير بعد المطره. جميل حلو. بنشوف معاكم ابرز عناوين حلقاتنا لهاي الليله، واول عنوان بيكون كالعاده مع زميلاتنا سمر لبيوكي. حلقتنا الثانيه بنتكلم عن حصول البحرين على المركز الاول في مؤشر راس المال البشري. ثالث عناوين حلقاتنا بيكون عن عوده الوزن بعد جراحه السمنه. كالعادة تغريداتنا منوعة وهاشتاج البحرين اليوم كانت فيه تغريدات كثيرة، اخترنا لكم أبرزها. في أول تغريدة تركي يقول في تغريدته: أحد أقصى المشاهد اللي تشوفها بالأماكن العامة لما تلقى عائلة تجحف حق الأوادم اللي يعيشون معاهم كالخادمة، تلقاهم يأكلون يتقهوون وحاطين هالمسكين بعيد عن جلستهم ومكلفينها بطرد البزران والانتباه لهم، لا هم اللي مكرمينها من زادهم ولا هم اللي مخلينها تأخذ راحتها من غث عيالهم. التغريدة اللي عقبها من هشام الزياني قال فيها: حين تنتقد الصحافة بعض الإجراءات البيروقراطية في أي جهة رسمية، هذا ليس للتقليل من شأن أحد أو استهداف أشخاص إطلاقاً، وإنما الصحافة في كل المجتمعات هي صوت للناس، وينبغي أن نسمع من أجل أن نتطور ونبحث عن الخلل ونقوم بإصلاح المصلحة العامة في البحرين أولاً وأخيراً، فالكثير من الأخطاء كشفتها الصحافة. تغريداتنا الأخيرة لليوم من أحمد بوشيري قال فيه: أهم النقاط بالنسبة لي في اختيار المرشح للمجلس النيابي القادم مؤهلات العلمية، خبرات العملية، برنامج انتخابي واقعي ومتكامل في رؤية وحلول وليست شعارات فقط، مشاركته وفعاليته في المجتمع، مدى تواصله مع الناس وسهولة الوصول له. والحين بننتقل معاكم لزميلتنا سمر الأبيوكي. شكرا للزملاء صفاء وحمد، واهلا بكم مشاهدينا الاعزاء. شهد الاقتصاد البحريني نموا قياسيا في الربع الثاني من العام الحالي، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي بنسبة 2.4% في الربع الثاني من العام 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقا للتقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية الذي أرجع هذا الانتعاش الاقتصادي إلى النمو الملحوظ للقطاعات غير النفطية واستقرار أسعار النفط. بنسبة 2.4% ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة النمو الملحوظ للقطاعات غير النفطية واستقرار أسعار النفط. هذا ما خلص إليه التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، والذي أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية نما بنسبة 2.8% مدعوما بانتعاش قطاع الإنشاءات الذي شهد نمو بلغ 6.7%، وقطاع التصنيع الذي توسع بنسبة 4.5%،
وتعكس المؤشرات الاقتصادية أداء أهم القطاعات الرئيسية والفرعية في مختلف التخصصات، والتي يعززها نمو الاستثمارات المستقطبة والتي تساهم في خلق الوظائف للبحرينيين، إلى جانب زيادة الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص وتأثيرها في رفع الصادرات، مما ينعكس إيجابيا على الميزان التجاري ونقل التكنولوجيا والخبرات وتشجيع الابتكار. وشهد قطاع الإنشاءات توسعا مستمرا، حيث بلغت قيمته 87.3 مليار دولار حتى منتصف سبتمبر الماضي، محققة نموا بلغ 3.8% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. كما بلغ الإجمالي التراكمي للاستثمارات النشطة في مجال البنية التحتية والممولة من صندوق التنمية الخليجي 3.7 مليار دولار في الربع الثالث، محققة بذلك نموا بنسبة 12.7% مقارنة بالعام الماضي. وبالتوازي مع ذلك، تواصل القيمة الإجمالية للاستثمار المباشر المتدفق على المملكة تحقيق نمو متسارع، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للمشاريع التي استقطبها مجلس التنمية الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بنسبة 138% مقارنة مع العام السابق. ويبلغ عدد الشركات التي تم استقطابها في قطاع التصنيع 31 شركة من إجمالي 76 شركة، ما يؤكد متانة قطاع التصنيع والموقع الجغرافي النموذجي للمملكة كبوابة لأسواق دول الخليج. وخلص التقرير إلى أن البحرين ستكون أحد أكبر المستفيدين من النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون، إذ أن القوة الشرائية التي استعادت زخمها في المنطقة ستقود النمو في الأنشطة السياحية والتجارية في المملكة. أهلا بكم من جديد، ويسعدني أن أرحب بضيفي عبر الستلايت رئيس جمعية الاقتصاديين الدكتور علي المولاني. دكتور، يعني إذا سمحت بداية نود أن نبسط للجمهور ويعني السادة من المستمعين والمشاهدين، ما معنى الارتفاع في الناتج المحلي؟ مساء الخير والعافية. أولا شكرا على الاستضافة في هذا الوقت يعني المناسب لتزامن مع إصدار التقرير الإيجابي على الاقتصاد البحريني. بالنسبة عن الاقتصاد أو الناتج المحلي الحقيقي، يعتبر الناتج المحلي الحقيقي هو المقياس اللي تستخدمه الدول لقياس الإجمالي الإنتاج من خدمات وسلع في الدولة في خلال فترة، عامة نتكلم عن سنة واحدة. وهذا ضروري كمقياس، لأن يعني يبين مدى الزيادة أو مدى الدخل في الدولة. فالاقتصاد الناتج المحلي الاقتصادي لما نقسمه على عدد السكان يعطينا الدخل لكل شخص لكل فرد، وهذا شيء مهم لكل شخص الدخل. نعم. طيب، ما هي أهم القطاعات غير النفطية التي ساهمت في هذا النمو؟
في الربع الثاني كان في ثلاث قطاعات مهمة ساهمت في زيادة في الاقتصاد المحلي في البحرين. الأول القطاع الأول هو القطاع الصناعي، وهو يعد تقريبا يمثل 15% من الناتج المحلي في البحرين، ارتفع بما يقارب 4.3%. والقطاع الثاني هو قطاع الإنشاء، ونمى في تقريبا 6.6%، وهو يمثل 7% من الناتج المحلي في البحرين. والقطاع الثالث هو قطاع العقار، وهو يمثل 6%، وكان في النمو ما يقارب 3%. هذه الثلاث قطاعات هي كانت المحرك الرئيسي للنمو اللي شهدناه في هذه الفترة. هل هذه الانتعاشة تعني أن هنالك مزيد من فرص الاستثمار، مزيد من يعني فرص العمل برواتب مجزية في القريب العاجل؟ أكيد الاقتصاد والنمو الاقتصادي هو المحرك يعني للتجارة، هو المحرك للاستهلاك في الدولة. فالحركة الاقتصادية لما تنتعش بطبيعة الحال تتطلب زيادة في عدد القوى العاملة، فنحتاج خريجين أكثر يدخلون لسوق العمل ويبتدون ينتجون ويقدمون حق الاقتصاد أكثر. وطبعا هي كعملية كدورة، لما شخص يدخل ويبتدي يحصل على المردود المالي يبتدي بعد يصرف في الاقتصاد، وبالمثل هذه حرك الاقتصاد أكثر. فالنمو الاقتصادي ممتاز، يعني مهم جدا، ليس على مستوى بس البحرين، على مستوى جميع الدول. نعم، يعني التقرير أشار إلى أن قطاع الإنشاءات يعني ساهم في عملية ارتفاع النمو. أمامي هنا أن الاقتصادات الناشئة والمتطورة تعتمد اعتماد كبير على هذا القطاع، هل من الممكن أن ينعكس هذا على أداء بقية القطاعات؟ القطاع الإنشاء ضروري لتكوين البنية التحتية في أي اقتصاد، لازم تكون البنية التحتية يعني متطورة بحيث أن تجعل البيئة الاستثمارية تستقطب التجار وتكون بيئة جاذبة، يقدر أي رائد أعمال أو أي مستثمر يستفيد من هذه البنية التحتية. فلما تكون عندنا مطارات حديثة، لما تكون عندنا شبكة مواصلات، شبكة اتصالات، طبعا لو احنا طلعنا عن انشاء، لكن في قطاع الانشاء لما تكون عندنا البنية التحتية موجودة هي تساعد على ان التجارة او الإدارة المستثمرين يقدرون يتحركون في الاقتصاد بشكل مناسب. طيب أيضا التقرير يعني أشار إلى أن مشاريع البنية التحتية كما ذكرت الممولة خليجيا بلغت 3.7 مليار دولار، يعني حدثني كيف من الممكن أن تساهم هذه المشاريع في تحريك الاقتصاد الوطني؟ نعم، اقتصاد مملكة البحرين تقريبا حجم 32 مليار. ابتدى البرنامج التنمية الخليجي قبل كم من سنة، وطبعا كان في مثل ما يقولون فترة للنظر في المشاريع المقدمة لمؤسسات التنمية في دول مجلس التعاون المشاركة في هذا الصندوق، وخذت وقت. اليوم احنا قاعدين نشوف ان هذه 7.5 مليار اللي نبي نشوفها مثلا تستثمر في الاقتصاد قاعدة تبتدي تتنفذ على أرض الواقع. وهذه النقطة مهمة نفس ما ذكرت من ساعة، في ظل ان اقتصاد البحرين 32 مليار، لما نتكلم عن
عن 7.5 مليار في استثمارات في قطاع البنية التحتية، سواء كان في قطاع الإسكان وهو قطاع مهم وحيوي للاقتصاد والمجتمع في البحرين، أو على القطاعات الثانية كمثلا التوسعات اللي قاعدين نشوفها مثلا في المطارات أو في البنية التحتية اللي تخص الكهرباء والماء. هذه كلها تعطي دعم إلى النمو الاقتصادي في المستقبل، وتساعد على خلق وظائف عمل في المستقبل. يعني 138% هي قيمة الارتفاع في المشاريع الاقتصادية التي استقطبها المجلس التنمية الاقتصادي، حدثني أكثر عن هذه النسبة. نمت المشاريع المستقطبة من في التسعة الشهور الأولى من هاي السنة بنفس ما ذكرت 137%، وهذه النسبة أتت وفي كان تركيز كبير من أو كان في استقطاب كبير للشركات الصناعية، ولها أثر في خلق أو خلقت هذه الاستثمارات 4200 وظيفة في مملكة البحرين. يعني لو نحطها في إطار حجم اقتصاد البحرين فهذا عدد كبير، ونضيف إلى ذلك أن أكثر من 25% من الوظائف اللي تم خلقها لها دخل أكثر من 700 دينار في الشهر، وهذه يعتبر دخل جيد كبداية لهذه المشاريع. نعم، يذكر أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي استطاعت أن تتحول اقتصاديا إلى القطاعات غير النفطية، ولكن يعني بالنسبة لرأيك دكتور، متى تستطيع مملكة البحرين التحرر من القطاع النفطي؟ مملكة البحرين كاقتصاد كناتج محلي اللي تكلمنا فيه في يعني سابقا، قدرت أن تقلل اعتمادها على القطاع النفطي من 42% في 2002 إلى تقريبا 18% حاليا. فأغلب القطاع أو أغلب الاقتصاد، الهيكل الاقتصادي قائم على القطاعات غير النفطية. اليوم تكمن التحديات في جزئيات أو في جزئية الميزانية الحكومية واعتمادها على النفط. فبعد طرح مشروع التوازن المالي والمبادرات اللي جات معه، نتوقع أن بغضون 2022 تمكن مملكة البحرين تقليل اعتمادها على العوائد من النفط، وتكون أكثر استقلالية من تذبذبات اللي تحصل في هذه القطاع. وهذا يدعني أسألك دكتور عن أن هنالك إشارة أن البحرين سوف تكون من أهم الدول التي تستفيد من النمو الاقتصادي القادم، على ماذا بني هذه أو بنيت هذه الإشارة؟ مملكة البحرين مثل ما أنت عارفة فيها يعني مقومات تجعلها ممكن تأخذ مبادرة في اقتناص الفرص وفي جذب الاستثمار للبحرين. فمملكة البحرين هي بوابة حقيقية إلى المملكة العربية السعودية، ومثل ما الجميع عارف جميع دول المنطقة قاعدة تمر بتحول كبير في اقتصادياتها، انفتاح كبير، وهذه التغيرات إذا قاعدة تصب في نمو الاقتصاد في جميع هذه الدول. والبحرين بناسها بالناس اللي يعني مثل ما يقولون اللي عندهم مثلا مستوى مرتفع من التعليم، قوانينها، انفتاحها على العالم، وحتى
مثل ما يقولون مبادراتها في قطاعات كثيرة، مثلا تكون سباقة. يعني لو ناخذ على مستوى تاريخ مملكة البحرين دائما كانت سباقة، حتى لو ابتدينا مع النفط بعد ما كانت فترة اللؤلؤ في البحرين والتجارة، وابتدت هذه التراجع مع اللؤلؤ الصناعي، مملكة البحرين كانت أول دولة في المنطقة تستخرج النفط. لما نروح بعد نتقدم، الطيران في البحرين كان سباق، السياحة في البحرين كانت سباقة. ولليوم، اليوم مثلا عندنا، يعني طبعا ما نقول كل دائما في السابق، حتى في الحاضر، الحاضر اليوم احنا سباقين مثلا في قطاع التكنولوجيا، في قطاع الفنتك. هاي قطاعات على مستوى مو الاقليم، على مستوى العالم، قطاعات واعدة وقطاعات جديدة وقاعدين نستثمر فيها. نعم، الدكتور علي المولاني رئيس جمعية الاقتصاديين، شكرا جزيلا لك. والآن نستعرض وإياكم أهم ما كتبه المغردون على تويتر بشأن التطورات الاقتصادية المتسارعة في مملكة البحرين. ونبدأ من حساب بحرين نيوز، والذي أشار إلى التقرير الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادي وكتب: الاقتصاد البحريني حقق انتعاش، والناتج المحلي الحقيقي ارتفع 2.4%. أما المغرد أحمد رضا فغرد بكلمة سمو ولي العهد في مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد في الرياض مؤخرا، وكتب: ولي عهد البحرين في كلمة رائعة لتغطية العجز على المستوى المتوسط والبعيد والتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي، كلمة رائعة ورؤية واضحة للتحول في مملكة البحرين. أما حساب أخبار المملكة فغرد عن الأهداف التي حققتها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وكتب: النمو الاقتصادي المتسارع في البحرين وارتفاع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني واستقطاب كبرى الشركات العالمية دليل واضح على نجاح رؤية البحرين 2030 في تحقيق أهدافها. عبد العزيز العيسى غرد عن القطاع السياحي البحريني وما تملكه المملكة من إمكانيات جذب سياحي، وغرد: نعتبر السياحة في البحرين من الدعائم الأساسية في اقتصاد البلاد، على الرغم من صغر حجمها إلا أنها تضم مجموعة من مناطق الجذب المتنوعة. وأخيرا المغرد أسامة استشهد بكلمة ولي العهد السعودي عن تطور الاقتصاد البحريني، وكتب: الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة لقائه بالمؤتمر الاقتصادي اقتصاد البحرين اقتصاد مثمر ويتطور بسرعة، والسنوات القادمة ستشهد تطور أفضل. كل تمنياتنا للبحرين بالخير والبركة ومزيد من التطور والنمو، ولكم كل الحب والتقدير. وعودة إلى الزملاء حمد وصفاء. مملكة البحرين اليوم تحصل على مستويات عالية، ويدرج اسم ديرتنيا صفاء في مراتب عالمية، يعني بسبب حصول مملكة البحرين على مؤهلات وجودة، يعني بذلت الكثير من الجهد للوصول لها، إن كان من تعليم أو صحة أو مجالات مختلفة. صحيح، إن شاء الله اسم البحرين دائما عود وكبير. وحصلت مملكة البحرين مؤخرا على المركز الأول عربيا و47 عالميا في مؤشر رأس المال البشري، وهذا حسب التقرير اللي أصدره البنك الدولي. حمد، نعم، مثل هالتقارير مشاهدينا الكرام يبين مدى استثمار دول العالم في رأس مالها البشري كما يا صفاء وكيف، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي واللي يحدد حجم مساهمة قطاعي التعليم والصحة في الإنتاجية المتوقع اللي تحققها الأجيال القادمة. خلونا مشاهدينا الكرام نشوف هالتقرير ونرجع نكمل مع ضيوفنا. حصلت مملكة البحرين على المركز الأول عربياً و47 عالمياً في مؤشر رأس المال البشري من البنك الدولي. حصول مملكة البحرين على هاي المراكز يدل على الجهود اللي قامت بها الحكومة في المسيرة التنموية الشاملة، والعناية بالقطاع الصحي في مملكة البحرين هو أحد المحركات الرئيسية للتنمية في المملكة. فمملكة البحرين أثبتت للعالم من خلال نتائج تقرير البنك الدولي مدى فعالية وكفاءة النموذج البحريني، واللي بيّن
إنما أشار رأس المال البشري بأن الطفل المولود في البحرين تكون إنتاجيته 67% لتمتعه بتعليم شامل وصحة شاملة. فبلغ عدد الأطفال الذين ولدوا في البحرين وبقوا على قيد الحياة حتى سن الخامسة 99 طفل من أصل 100 طفل. أما معدل البقاء للبالغين على قيد الحياة في البحرين فمؤشر فرص الحياة للفئة العمرية من 5 سنوات إلى 60 سنة بلغ 93%. فمؤشر تساوي الخدمات الصحية في المقدمة للذكور والإناث هي 100%. تصدر مملكة البحرين لهذه المؤشرات الدولية، يعتبر ترجمة واقعية تعكس حقيقة الجهود اللي تبذلها الحكومة في سبيل تطوير التشريعات والإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، إذ حصلت الخدمات الصحية الأولية لجميع سكان المملكة بنسبة 100%، والتطعيمات من الأمراض المختلفة مثل الحصبة وشلل الأطفال والدفتيريا والتتناوس 100%. أما انخفاض معدل وفيات الأطفال، حصلت البحرين على نسبة 100% من الولادات بإشراف صحي متخصص. ومن بعد ما شفنا معكم هذا التقرير، يسعدنا أن احنا نستضيف في الاستديو رئيس الأطباء في مجمع السلمانية الطبي واستشاري الجراحة الدكتور نبيل العشيري. مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بالخير، حياك الله وشكرا لكم على الاستضافة. حياك الله دكتور، يعطيكم العافية دكتور. لو نبتدي في البداية وتكلمنا أكثر، اليوم قاعدين نسمع بأن مملكة البحرين عندها مراكز جدا متقدمة في المجال الصحي، ولكن أيضا قاعد نقرأ في الجرائد بأن هناك قصور في الأدوية وفي تأخير في المواعيد، لو تكلمنا أكثر عن هذه المشكلة. نعم، الحمد لله طبعا مملكة البحرين وصلت إلى مستوى كبير جدا في مجال التطور الصحي. نعم، وهذا الكلام يعني احنا نقوله بشهادة، ليس فقط بشهادتنا احنا كمقدمين للخدمة الصحية، ولكن أيضا بشهادات كبيرة عالمية معروفة. مثال على ذلك هو حصول مملكة البحرين على مرتبة كبيرة جدا في مؤشر الصحة، مؤشر الصحة ورأس المال البشري. نعم، يعني مثال على ذلك هو حصول مملكة البحرين على المركز الأول عربيا في هذا المجال، والمركز 47 عالميا. صحيح، حقيقة هذا الإنجاز يعتبر إنجاز كبير جدا، وإنجاز يعني يعتبر فخر لجميع منتسبي القطاع الصحي، وإنجاز لجميع شعب البحرين. حقيقة يستحق يعني الفخر. نعم دكتور، مثل ما تفضلت نطاق الـ 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 يعني الخدمات الصحية وصلت لنطاق عالمي في مملكة البحرين الأولى عربيا. نعم، 47 عالميا. نعم، إذا تكلمنا أكثر عن قوام الخدمات الصحية المقدمة. نعم، الخدمات الصحية المقدمة تشمل المواطنين، وتشملهم يعني في 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 مدى عمرهم جميعا، يعني نعم، حتى تبدأ قبل ولادة الشخص ولا تنتهي حتى بوفاته. نعم، يعني حتى قبل ولادة المواطن الرعاية الصحية تقدم للأم الحامل. نعم، واحنا في البحرين، مملكة البحرين، عندنا يمكن من افضل الرعايات المقدمة للحوامل. نعم، وتقدم ايضا للطفل بعد الولادة، وحتى احنا عندنا يعني خدمات ووصلنا لمراحل متقدمة جدا في هذا المجال. يعني حتى لو يمكن تكلمنا عن بعض الأمثلة. نعم، ان لو نشوف مثلا اعمار او ان الطفل يستمر على قيد الحياة لمدة 5 سنوات. نعم، البحرين يمكن فيها من افضل الارقام عالميا. يعني تقريبا 99 من كل 100 طفل. نعم، مولود في البحرين يمكن ان يصل لعمر 5 سنوات. هذه الارقام لو قارنتها بالارقام العالميه يعتبر نسبه كبيره جدا. نعم، شيء اخر ان التطعيمات الموجوده ان وصلنا لمرحله 100%. يعني نعم، جميع الاطفال في البحرين يحصلون على التطعيمات من الامراض الخطيره مثل التيتانوس، الدفتري، شلل الاطفال. هاي تعتبر خدمات جدا كبيرة، وتعتبر يعني إنجازات جدا كبيرة على مستوى العالم. لهذا السبب مملكة البحرين حصلت. نعم، على هذا المركز الكبير المتقدم جدا. نعم، جميل. نعم دكتور، يعني نعم، في تطور كبير في الخدمات. نعم، مثل ما تفضلت. نعم، لكن يمكن هناك تراجع في بعض الخدمات الأخرى، مثل ما يعني بدينا هذا الحوار وقلنا أن في بعض الناس قاعد تشتكي من تأخر بعض المواعيد. صحيح، يمكن يعني طبعا هناك يعني مقياس التطور، هناك عدة يعني عالميا. نعم، مقياس التطور هناك يعني مؤشرات كبيرة. نعم،
يمكن حتى يعني تأخر المواعيد لا يكون واحد منها. تأخر المواعيد لها أسباب كبيرة جدا، الضغط الكبير، يمكن يعني تقليل عدد الأطباء. نعم. هذه بس هذه المشاكل يعني بيكون لها حل كبير جدا، ولكن لو أخذنا كصفة عالمية. نعم. وكمؤشرات عالمية، وهذه المؤشرات المعترف فيها، تعتبر مملكة البحرين من أفضل الخدمات الطبية اللي موجودة. وشلون عن نقص الأدوية دكتور؟ لا حتى نقص الأدوية، نقص الأدوية هذه إن شاء الله مشكلة يعني فعلا يمكن طلعت يمكن في الإعلام وكذي. نعم. ولكن الحلول موجودة، طبعا حكومتنا الرشيدة موجودة بقيادة سمو رئيس الوزراء وبقيادة الحكيمة من جلالة الملك، هما أيضا وبوجود المسؤولين في وزارة الصحة، في تواصل كبير بين المسؤولين في الوزارة وبين القيادة الرشيدة. نعم. سواء في مجلس الوزراء أو جلالة الملك، وهناك دعم كبير جدا من هذه الجهات المسؤولة إلى الوزارة في تقليل هذا النقص إن شاء الله. نعم. وهناك يعني الوزارة أخذت خطوات يعني خطوات عملية إن شاء الله بإذن الله لمحاربة هالموضوع والتقليل من تأثير إن شاء الله بإذن الله. نعم دكتور، دائما مجهوداتكم مقدرة في 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 تطوير العمل الصحي في مملكة البحرين. ما هي أبرز الجهود اللي تبذل من وزارة الصحة من أجل يعني استمرار الارتقاء واستمرار الارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة؟ نعم، من أهم الأشياء الله يسلمك هي موضوع يعني أنك تشتغل على العمل البشري. نعم. بالذات تطوير الكوادر الطبية. جميل. احنا عندنا كوادر طبيه يعني محليه او بحرينيه جدا ممتازه، يعني فالقطاع الصحي او الجهه المسؤوله في عن الصحه في البحرين قاعده تبذل الكثير في تنميه هذا العنصر البشري. نعم. من خلال حصولهم على تدريب، من خلال التعليم المستمر. نعم. من خلال حتى ابتعاثهم الى اماكن اخرى. جميل. تلاحظون دائما ان في مملكه البحرين ما يمر اسبوع او ما يمر يوم الا في مثلا افتتاح لمؤتمر، سواء صحيح. على مستوى وزارة الصحة أو على مستوى يعني مثل المجلس الأعلى للصحة. صحيح. حتى في جميع المستشفيات ما يمر يمكن أسبوع أو شهر إلا في مؤتمر صحي عالمي. هذا كله هذه المؤتمرات العالمية تساعد يعني كثير جدا في تنمية القطاع الصحي والعاملين الصحيين، بحيث أنهم يرتقون بمستواهم وبعلمهم، بحيث أن يقدمون خدمة صحية متميزة. جميل. بهذه الطريقة نحافظ على المستوى ونطور من المستوى إن شاء الله بإذن الله. هذا اللي بنتكلم عنه دكتور اليوم، تطوير مستويات القطاع الصحي. في مؤشرات حيوية لجميع القطاعات اللي موجودة عندنا. نعم. ما هي المؤشرات الحيوية للقطاع الصحي؟ نعم، يمكن ذكرنا جزء منها، بس يمكن نعطيكم أمثلة أيضا. إيه؟ لبعض المؤشرات. يعني واحدة من الأشياء مثل ما قلنا لكم، إن مثلا الولادات في البحرين، إحنا وإحنا فخورين جدا إن وصلنا لمرحلة إن 100% من جميع الولادات اللي تحدث في البحرين. نعم. تحدث تحت إشراف طبي. يمكن إحنا ما نحس فيها هني، بس لو تشوفها على مستوى العالم هذا يعتبر عدد جدا كبير ونسبة جدا كبيرة. إحنا في البحرين نفتخر إن نقول إن 100% من الأطفال في البحرين يحصلون على تطعيم كامل. هاي نسبة كبيرة جدا، لهذا السبب احنا حصلنا على هذه الجوائز. نعم. لو اخذنا مثلا مثل ممكن ذكرت سابقا عمر الاطفال او 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 بقاء الاطفال على قيد الحياة في الاول 5 سنوات. نعم. احنا وصلنا الى 99%. جميل. هذا يعتبر ايضا عدد جدا كبير. حتى لو اخذنا مثلا عمر الانسان في 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 مملكة البحرين. ان لو اخذنا مثلا البالغين من عمر الخمس او من اخذنا الاعمار من 5 سنوات الى 60 سنة. نعم. نشوف انه وصلنا الى عدد جدا كبير، حوالي 93%. فمتوسط عمر الانسان في البحرين مرتفع، يعتبر مرتفع جدا طبعا. نعم. يعني لو قارناه بالمستويات العالميه هذا كله يدل على ان الخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين تعتبر جدا كبيره. جميل. دكتور، كيف يتم تاهيل الاطباء الجدد خصوصا في حاله مثلا، اولا نبي نتكلم كيف يتم تاهيلهم، زائد إنه هل في حالة يعني لو وقعوا في أخطاء طبية هل يتم محاسبتهم أو الإشراف عليهم بشكل عام؟ نعم، المتدربين مثل ما تفضلت هما يعني هم أطباء، ولكن يعملون تحت مظلة شخص مؤهل أكثر منهم، مثل نعم. شخص استشاري أكثر خبرة. أكثر نعم. خبرة. نعم. خبرة في العلم وخبرة في يعني في الممارسة. فمهم جدا إن هذول الأطباء يكونوا تحت إشراف شخص مؤهل جدا. الأخطاء الطبية ممكن تصير لأي شخص. طبيعي. يعني معظم الأخطاء الطبية حتى لو حصلت تكون أخطاء يعني في معظم الحالات غير مقصودة. بس لكن تحدث، مثل شخص يسوق سيارة ممكن يصير حادث لا سمح الله. فنفس نفس الموضوع ممكن يصير الأخطاء الطبية. طبعا يعني احنا كيمكن مسؤولين في القطاع الصحي مهم عندنا جدا ان الأطباء اللي هم متدربين او الأطباء اللي لا زالوا تحت مرحلة التعليم والتدريب أن يحصلون على الإشراف
المباشر نعم. من الناس اللي أكبر منهم نعم. وهذا أولا حفاظا على سلامتهم وحفاظا على سلامة المرضى أيضا، وحتى لو حصلت أخطاء طبية لا سمح الله الأخطاء اللي مقصودة واللي عن تقصير أو عن إهمال، طبعا هناك جهات رسمية في مملكة البحرين هي طبعا مسؤولة عن تأكيدها أو عن حتى محاسبتها أيضا. جميل. إحنا لا نتمنى طبعا تصير هالأشياء، بس أكيد. لو حصلت هناك جهات مسؤولة وفي الدولة للنظر في هذا في النظر في الأمور هذه. نعم. نعم. دكتور، اليوم في إشادة عالمية بالخدمات الصحية اللي في البحرين، لو تكلمنا شوي عن إشادة المنظمة الصحية العالمية بالتغطية الصحية الشاملة اللي عندنا إياها في البحرين. نعم، هو موضوع منظمة الصحة العالمية أن هناك كانت رسالة من رئيس منظمة الصحة العالمية كانت موجهة لمملكة البحرين، وبالأخص كانت موجهة رسميا إلى سمو رئيس الوزراء نعم. سمو الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله نعم. وكانت مضمون الرسالة هذه أنها تشيد بالمستوى الكبير اللي وصلت لها مملكة البحرين على مستوى يعني على 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 مستوى النظام الصحي نعم. طبعا هذه الإشادة يعني قدمت من مؤسسة عالمية تابعة للأمم المتحدة، ومؤسسة لها مصداقية كبيرة جدا نعم. فإذا كانت هذه المؤسسة اللي هي تعتبر عالمية ويمكن من أكبر المؤسسات اللي ممكن تتكلم عن هذا الموضوع لمملكة البحرين، هذا يدل على أن فعلا مملكة البحرين وصلت لمستوى عالي جدا نعم. ووصلت للعالمية، وتعتبر أيضا مثال يمكن يحتذى به من نعم. من يعني من دول أخرى في العالم. لو تعطي المشاهدين دكتور معلومات أكثر عن التغطية الصحية الشاملة بعجالة. نعم، التغطية الصحية الشاملة إن يعني إن نقدم خدمات طبية للشخص من ولادته نعم. إلى حد يعني مثل ما تفضلنا في البداية إن حتى تبدأ قبل الولادة نعم. مثلاً في الرعاية الأمومة، تبدأ بعد الولادة في الأطفال، وتنتهي أيضاً لما المريض يكبر ويقدم له كشخص كبير في السن. جميل. دكتور، منظمة الصحة العالمية دائما عندها مجموعة من الأنشطة ومجموعة من الفعاليات اللي يعني بعضها يكون توعوي بعضها يكون خيري. صحيح. مدى أهمية هالأنشطة ومدى انعكاسها حتى على تطور القطاع الصحي في مكان ما يعني. نعم، احنا مثل ما تكلمنا في البداية ان منظمة الصحة العالمية هي منظمة كبيرة جدا، منظمة لها مصداقية، منظمة من الأمم المتحدة يعني منظمة أممية نعم. فأي تقرير او اي فعالية يعني بتكون من هذه المنظمة معناتها لها أهمية كبيرة جدا. مملكة البحرين حريصة جدا على التعاون والتواصل مع منظمة الصحة العالمية في جميع المجالات اللي ممكن التعاون فيها، وحتى لو تشوفون ان حتى وزارة الصحة يمكن ممثلة في سعادة الوزيرة ان دائما تحرص سعادتها على ان دائما تشارك في الاجتماعات اللي مالت منظمة الصحة العالمية للإبقاء على التواصل دائما في هذا المجال. جميل. واحنا جدا سعيدين ان منظمة بهذا المستوى تشيد بجهود والتطور اللي وصلت له والرقي اللي وصلت له مملكة البحرين في المجال الطبي. جميل. دكتور نبيل العشيري رئيس الأطباء في مجمع السلمانية الطبي واستشاري الجراحة، شكرا على حضورك وجميع المعلومات اللي أفدتنا فيها اليوم، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك وشكرا لكم على استضافتنا. شكرا لكم. طبعا نفتخر مشاهدينا بمكانة البحرين العالمية اللي حصلت عليها، واللي ينعكس على رؤية قادة مملكة البحرين وسعيهم الحثيث في التأكيد على مكانة البحرين اللي دائماً تكون في الطليعة حمد نعم. وتكون من أولى الدول في العالم. بكل تأكيد صفاء، هاي يتضح ويبين لنا أن مملكة البحرين تمتلك رؤية واضحة لترسيخ قدراته في التنمية الاقتصادية نعم. من خلال التعليم والصحة والاستثمار الصحيح في الموارد البشرية المميزة، وإذا تضافرت كل الجهود مع بعض راح نكون دائماً في المقدمة. فواصل مثل الكرام ونرجع نواصل. رجعنا لكم من بعد الفاصل. حمد، يمكن سمعنا عن المشاكل اللي قاعد نسمعها اليوم عن السمنة، وفي وايد ناس قاعد يلجؤون لجراحات تكميم وتحوير وتغيير مسار نعم. اللي ممكن تأثر على صحتهم سلبيا يمكن في المستقبل يمكن
نعم صفاء اكيد مو بيمكن، لان في الفتره الاخيره دائما الناس تلجا للطريقه، خلينا نقول اللي يعتقدونها ان هي الطريقه السهله، ولكن هي ابدا مو يعني طريقه جدا صعبه. مو بس على موضوع العمليات صفاء، النشاط البدني صار قليل عندنا، اللوادم تعتمد على السيارات، المواصلات، كل شيء متوفر وانت في مكانك، فالحركه قليله جدا، الحركه قليله، فاكيد السمنه بسهوله يعني تيجي حق الواحد اذا ما كان عنده نشاط بدني كبير. وما ننسى الانماط الغذائيه عندنا. صح حمد، اي سوء التغذيه دائما ما يكون بشكل ممتاز. عشان كذي خلونا نشوف هالتقرير ونرجع نواصل. مع ضيفنا في الاستديو الدكتور عامر الدرازي، استشاري جراحة عامة. حياك الله دكتور، مساك الله بالخير. مساكم شيخ. لو بنبتدي دكتور بنتكلم عن عمليات التكميم والتحوير وتغيير المسار وحتى البولون، ما هي نسبة الفشل في هذه العمليات؟ طبعا نسبة الفشل يعتمد على تعريف نسبة الفشل. يعني الناس يعتقدون ان احنا لما نجري هاي العمليات بشكل عام ان الوزن بينزل وانتهينا. لازم الناس تعرف ان خلال سنتين نتكلم عن ان 50% من الناس اللي يسوون هذه العمليات بيرجع شوي جزء من الوزن مالهم. يعني تتراوح نسبة الرجوع ما بين 5-10% من الوزن اللي خسروه. ولكن هذا لا يعتبر فشل. شنو تعريف نسبة الفشل الصحيح؟ هو ان المريض يرجع وزنه بنسبة تتراوح الى 50% من الوزن اللي فقده. فمثلا خلنا نقول ان المريض فقد 40 كيلو، ما نقول ان العملية فشلت لما ينزل 5 كيلو، لا، نتكلم عن ان العملية فشلت لما ينزل 20 كيلو. نعم. فبناء على هاي التعريف بنكتشف ان نسبة رجوع الوزن بيختلف بنوع العمليات. نعم. فطبعا كان عندنا في السابق عملية اللي هو ربط المعدة، نسبة الفشل فيها كانت جدا مرتفعة، في خلال 5 سنين نتكلم عن 80% من المرضى بيرجع اكثر من 50% من وزنهم. نعم. يليها عملية التكميم للمعدة. نعم. نتكلم عن احتمال نسبة الفشل فيها تتراوح ما بين 7-10%. أقلهم طبعاً عملية التحوير، سواء كانت بالنوع الكلاسيكي أو التحوير المصغر. نعم. نتكلم عن نسبة الفشل تتراوح ما بين 2-3%. نعم. دكتور، شنو أسباب فشل بعض العمليات اللي تفضلت فيها أو عودة الوزن؟ في بعضهم يرجع وزنه مثل ما كان. بالضبط. أو أكثر حتى. بالضبط. هو نفس ما قلت إنه المينيموم يكون 50%. نعم. وممكن يرجع الوزن بالكامل، وبعض الأحيان حتى في مرضى إن وزنهم يرجع أكثر من السابق. الأسباب عديدة، في بعضها يرجع للمريض، بعضها يرجع إلى الدكتور، وبعضها يكون يعني لا دخل للمريض ولا للدكتور.
فمثلا نتكلم عن الأسباب اللي ترجع للمريض. المريض ممكن يسوي عملية ينزل وزنه، بعد العملية يبتدي يأكل غلط، يبتدي يأكل نشويات كثيرة، يبتدي يأكل سكريات كثيرة. فأنت مهما مسوي من العمليات، إذا أنت الغذاء مالك أو الوجبة مالتك بتكون مليانة كلها نشويات أو سكريات، الوزن بيزيد شوية. أكيد. قلة الرياضة، المريض إذا مثلا إحنا ننصح أن العملية طبعا بعد العملية أن المريض ما يروح جيم كل يوم، ولكن يعني يسوي مجهود عضلي معتدل مرة مرتين في الأسبوع كفاية. لكن إذا المريض سوى العملية وقال أنا سويت عملية بسحر وخلاص أموري طيبة وبقعد على الكاوتش وطالع تلفزيون 24 ساعة وأنا أكل في الشيبس والمينو، الوزن بيرجع. عدم اتباع التعليمات اللي الدكتور أو أخصائي التغذية يعطيها، هاي بعدهم بعد يساعد. بعدين إني للشغلات اللي هي تكون بسبب الطبيب المعالج. طبعا ممكن يكون اختيار المريض خطأ من الأول. فعشان كذي إحنا نقول إن دائما العمليات هذه لازم تجرى عن طريق طبيب فريق طبي متكامل يشمل الجراح، أخصائي التغذية، أخصائي الغدد الصماء، وأخصائي أمراض الغذاء والأمراض النفسية. لأن فرضا لو المريض كان السبب في السمنة مالته مرض هرموني، أنا لو شنو سويت لهم العمليات في الأخير السبب، وأنا ما علاجت السبب أكيد. فكان اختيار اختيار المريض واختيار العملية من الأول كان خاطئ. بعدين إني إلى إجراء العملية بطريقة خاطئة، وهني دور المريض في معرفة من الدكتور الزين، من الدكتور المتخصص، من الدكتور اللي يسوي هالعمليات بشكل كثير. يعني ممكن لو أجريت العملية بطريقة خاطئة، مثلا التكميم، خلينا نتكلم في منطقة نسميها قاع المعدة. هاي قاع المعدة مو كل دكتور يسوي التكميم يشيل هاي المنطقة، وهي السبب في الفشل. لأن قاع المعدة هذه يكون جدا جدا السمك مالها صغير لدرجة أنها نفس البالون، يعني مجرد ما الضغط يزيد داخلها تبتدي تتنفخ تتنفخ تكبر فتتحول إلى كأنها معدة ثانية. إني للسبب الأخير اللي لا للدكتور في خطأ ولا للمريض في خطأ، المريض متبع الإجراءات، الدكتور سوى كل اللي عليه، اختار المريض الصح وسوى العملية، وبعد المريض نشوف انه ابتدى وزنه يرجع. شنو السبب؟ هني نقول هاي طبعا قدرة الله، لان الجسم الانسان يتميز بشغلة غريبة اللي هو طبيعة الاستجابة للمؤثرات الخارجية. يبتدي الجسم يحس ان العملية ادت الى نوع من الصدمة او ادت الى نوع من الضغط، فيبتدي يتجاوب معاها ان ينزل من معدل الحرق، معدل حرق السعرات الحرارية. هم بعد ينزل الجسم كأنه يعاند، يعني بالضبط يعاند، يحاول انه عبال انه صيام قلة اكل، فهو يقلل على اساس انه الجسم يعطي نتيجة عكسية بالضبط. فهني هذا الشيء طبعا لا الدكتور يقدر يسيطر عليه ولا المريض يقدر يسيطر عليه. ففي نسبة كبيرة من المرضى تكون من هاي الفئة، نسوي لهم كل الفحوصات سليمة، الأشعة سليمة، ولكن جسمهم تفاعل بطريقة يعني خاطئ. ما كان خاطئة وما كان ممكن ان احنا نتنبأ فيها. فعشان كذا أقول بعض الأحيان العملية صح والمريض صح، لكن هم بعد المريض يرجع وزنه. تفضل دكتور، وقلت في هناك إجراءات معينة يتبعها المريض، ممكن يعني تفسر لنا أكثر هذه الإجراءات شنو هي، وهل أيضا صحيح بأن المعدة تأخذ حجمها الطبيعي عقب مرور سنة ولا لا؟ بالنسبة للإجراءات طبعا إحنا نعطي المرضى تعليمات بعد العملية. طبعا الاشياء اللي قبل العمليه بتكون راجعه للدكتور والفحوصات والى اخره، ولكن بعد العمليه الدور الاول والاخير يكون على المريض. ليش؟ لان احنا دائما نقول العمليه جزء من الحل وليست هي الحل. العمليه مو يعني حبه سحريه نضغط عليها ان انا متي نضغط عليها وباكر، لا هي جزء من الحل، فهي بتنزل شويه، لازم الشخص يعدل من طريقه اكله، يعدل من نمط حياته، يتبع نمط حياه صحي، يبتدي يسوي جزء رياضة بسيطة أو حركة بسيطة، نشاط رياضي صحيح، على أساس أن كل هاي الأشياء هي اللي بتساعد على نزول الوزن واستمرارية نزول الوزن. لأن أنا مو مهم عندي نزول الوزن، المهم عندي الاستمرارية أن الوزن في المستقبل ما يرجع. أكيد. دكتور اللي يعني يجرون مجموعة من العمليات دائما يعانون في بداية أو بعد إجراء العملية يعانون من فقدان لشهية الأكل، بالضبط. شون يقدر المريض تدريجيا يرجع هالشهية تكون أموره طيبة؟ بالضبط. والله شوف، يعني بالنسبة لفقدان الشهية هذه يعتمد على نوع العملية، هذه شيء يصير أكثر في عمليات التكميم.
ليش؟ لأن احنا لما نسوي عملية التكميم مهم جدا نستأصل قاع المعدة. قاع المعدة هذه فيها خلايا تفرز هرمون اسمه الجيرلين، بالدارج احنا نسميه هرمون الجوع. هذه الهرمون مو هو اللي يحسسك بالجوع، هذه الهرمون يزيد من إحساس بالجوع. فلاحظنا في الدراسات العلمية الكبيرة اللي تسوت في العالم ان احنا لما نسوي عملية التكميم ويقل نسبة هرمون الجوع في الدم، الشخص هذي ما يكون عنده شهية، فما يكون عنده إحساس انه بياكل، مجرد انه يشوف أهله أو أصحابه يأكلون يروح يأكل معهم، لكن ما يكون انه يوعان انه هو يروح يدور الأكل. في هاي الحالة دكتور، يعني إذا هو فاقد للشهية، نعم، وقبل شوية تفضلت أن في بعض الناس يرجعون يأكلون مرة ثانية أكثر من قبل فيزيد وزنهم مرة ثانية، فشنو العلاقة في بين هذه الاثنين؟ إذا أنا فاقد للشهية شلون بروح باكل زيادة؟ ما هو مو كل المرضى بيفقدون الشهية، يعني هي نسبة من نسبة معينة، نسبة معينة يعني. نتكلم عن 30-40% بيكون عندهم مع كل عملية دكتور؟ لا، هاي بالتكميم فقدان الشهية يكون فقط التكميم فقط. التحوير ما في فقدان شهية، لأن الخلايا الجزء اللي هو قاع المعدة لا يستأصل، يتم في الجسم فيتم يطلع هاي الهرمون. ففقدان الشهية يكون فقط مع عمليات التكميم. هل الشهية تزيد على فئة معينة من الأطعمة مثل السكريات والدهون وغيرها من هذه الفئات، ولا بتكون الشهية مفتوحة لجميع الأطعمة؟ بس يعني هاي يعني لكل شخص، يعني أصابع يدك مختلفة. في بعض الأشخاص يميلون للسكريات مثلا، بعض الأشخاص بالعكس يميلون يبون خبز، في بعض الناس يبون سمك، يعني هذا الشيء بيختلف من شخص لآخر على حسب يعني طبيعة أكله قبل إجراء العملية. دكتور يقول أن العمليات ما تشيل أكثر من 50% من وزن، مدى صحة المعلومة وليش بس 50%؟ إذا كانت صحيحة طبعاً. والله شوف، يعني بالنسبة إلى أنها ما تشيل، لا تشيل أكثر. في طبعاً عمليات على حسب نوع العملية طبعاً. يعني إحنا العمليات نبتدي فيها من التكميم تشيل 60% من الوزن تقريباً. هاي المعدل. نتكلم بعدين عن التحوير أو التحوير المصغر تشيل حوالي 80-85%. بعدين في عمليات شديدة للناس اللي أوزانهم 200-300، هذه مثلاً عملية سكاربونيرو، هذه تشيل ممكن 90% حتى المرضى اللي نسوي لهم تكميم أو تحوير مصغر، إحنا لما نقول 60 أو 85% هذا المعدل. بعض من المرضى ممكن بينزل 40% فقط، بعض من المرضى اللي نسوي لهم تكميم ممكن ينزل 100% بالكامل، كل الوزن الزايد يروح. هذه بيعتمد على مدى تجاوب وتفاعل المريض مع العملية وتجاوبه إلى الإرشادات اللي احنا نعطيها. بدون خطورة حتى على صحته دكتور في حالة فقد مثلا 100%؟ لا، انت بالعكس، احنا لما نفقد 100% من الوزن الزايد معناته ان الشخص رجع إلى الوزن الطبيعي 100%. فهذه ما فيها خطورة، بالعكس هذه تقلل من احتماليات الإصابة بالسكر، ضغط الدم، تقلل من الأمراض المزمنة بالكامل. جميل. دكتور صحيح لما كنا نسمع بأن حتى اللي يكون مريض بالسكر بعد ما يسوي هذه العملية يروح هذه المرض من عنده، صحيح هذا الشيء؟ مفعول عمليات السمنة يكون على الوزن وعلى مضاعفات السمنة. أنا في وجهة نظري يعني دائما لما المرضى يجوني أنا أركز على مضاعفات السمنة. ليش؟ لأن مضاعفات السمنة تؤدي إلى نقص معدل عمر الإنسان السمين. فإذا قررنا شخص وزنه طبيعي بشخص نفسه بالضبط نفس العمر عنده سمنة مفرطة، بنشوف معدل العمر في الشخص اللي وزنه طبيعي 10 سنين أكثر من الشخص اللي عنده سمنة مفرطة. هذه بيصير ليش؟ لأن إحنا قاعدين نعالج الأمراض اللي هي مضاعفات مرضى السمنة، نفس السكر. وأركز على أن السكر لازم يكون من النوع الثاني. السكر من النوع الأول ما العملية ما لها تأثير عليه، لأنه عبارة عن نقص خلايا البنكرياس. السكر من النوع الثاني ممكن ناتج يتعالج من السمنة. هذه عمليات السمنة ممكن تعالجه. الضغط يختفي بعد عمليات السمنة في 80-85%. الكوليسترول، مرض طبعاً النقرس. طبعا دكتور اذا التزم بالتعليمات، المريض اذا التزم بالضبط، هو يعني حتى لو ما التزم بعد لان ممكن يساعد. الناس عندهم تفكير ان لو المريض مثلا خلينا نقول انه عنده 100 كيلو وزن زايد، لازم ينزل ال 100 كيلو تروح علشان ان مرض السكر يروح. لا، احنا اللي نشوفه شنو؟ ان احنا نسوي العمليه، المريض قبل لا يروح البيت السكر راجع طبيعي من غير ما ينزل وزنه كيلوين حتى. لأن مفعول العملية يكون على الهرمونات، مو جميل. بس إن أنا أنزل وزني أغير الهرمونات، الهرمونات الاستقلابية اللي موجودة في الجسم وهي اللي كانت تسبب لنا هاي المضاعفات. دكتور، هل العادات الحياتية الخاصة بالشخص تأثر على
يعني فعالية أو نجاح العملية مثلاً ساعات النوم بالضبط. طريقة التغذية وغيرها. بالضبط النوم أنا اللي لاحظت يعني في المرضى اللي عندنا الشيء اللي وايد يأثر عليهم السهر في الليل والمرضى اللي يشتغلون نظام الشفت. ليش؟ لأن هذول الناس بيأكلون في وقت متأخر من من الليل، يعني بتشوف في ناس يقول لك أنا أتعشى نص الليل، أتعشى واحدة الفجر، أتعشى ثنتين الفجر. هذه عادة جدا 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 خاطئة. نعم. ليش؟ لأن إحنا ما ننصح الشخص يتعشى بعد الساعة 8، لأن جسم الإنسان في ساعة بيولوجية. قبل الساعة 8 إذا أنت تأكل أي وجبة ثلثين الوجبة بينحرق فقط ثلث الوجبة بيتخزن. دكتور يمكن أغلب الناس عقب الثمانية. بالضبط. بعد الساعة 8 شنو اللي بيصير؟ نعم. العكس. ثلثين الوجبة بيتخزن والثلث بس اللي يحترق. نعم. فأنت بس بفرق وقت أكل العشاء قاعد تزيد كمية المخزون في جسمك. نعم. فعشان كذي نقول إن العادات يعني وايد تفرق. الشخص اللي ما بيتحرك، الشخص اللي البرادة يم بيتهم عشر خطوات يطق للسيارة. نعم. سيلفي يروح يشتري من البرادة. نعم. الشخص اللي طول وقته بس قاعد يطلب من طلبات وإلى آخره هو قاعد في البيت ما يتحرك. هذا اللي قاعد يصير للأسف. بالضبط بالضبط. يعني هاي أشياء شوي يعني تساهم في ازدياد نسبة السمنة في البحرين. لا. دكتور عامر درازي استشاري جراحة عامة، شكرا جزيلا وإن شاء الله الكل ينعم بحياة صحية. إن شاء الله بدنا ونشكركم على استضافتكم. شكرا دكتور، يعطيك العافية. لخسارة الوزن سواء بالطريقة الصعبة يا صفاء أو طبعا الطريقة الصعبة أو الطريقة السهلة. الطريقة السهلة هي الحياة الصحية والأكل الصحي والرياضة مثل ما تفضل الدكتور. صح. والطريقة الصعبة يا مشاهدينا الكرام هي بالعمليات وغيرها. فالأفضل أن الواحد يتبع حياة صحية ورياضة ويرقد زين عشان الأمور تكون شوي طيبة. شوي يتحرك. شوي يتحرك. إيه سوي يعني. نعم. مجهود جسدي، لأن أصلاً المجهود الجسدي اللي تسويه راح يأثر على نفسيتك في النهاية. صح. النفسية بتكون زينة. لأننا نسمع أن الرياضة وايد تعدل من نفسية الشخص. تسوي الرياضة صفاء أنت؟ لازم. أكل صحي؟ شوية خربط. خفيفو. شوية خربط. كذي مشاهدينا وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. نشوفكم إن شاء الله في الأسبوع الجاي في مواضيع جديدة وأسبوع جديد وقضايا أكيد راح تهمكم وتصبحون على ألف خير. كمان.